احنا نعرضوا يعني نوعين، الشاحنه كاسات دمي اللي راح يعني تخلف الشاحنه تاع كاس 66 سوناكوم، اي شاحنه كادوز اللي راح تخلف الشاحنه ك 120. اليوم احنا ارتئينا انه نعرضهم هنايا في المعرض هذا ومعرض الجزائر الدولي في الجزائر العاصمه. يوصي احنا في يعني خلال هذا المعرضين يعني مؤسسه طوير صناعه سيارات الان راهي يعني قدمت عروض استثنائيه يعني للزبائن تاعها